خش البحر الأحمر بقى، يبقى بنشتغل على ميناء غرب بورسعيد اللي هو ميناء بورسعيد القديم يعني، نطوره ونرفع كفاءته، وننزل بقى تحت على سفاجة والأدبية والسخنة، ونطلع فوق كده شوية عند برنيس. برنيس خلص، برنيس خلص في قد ايه؟ في كيلو. دي شبكة اللي هي الموانئ الجديدة. السخنة في 15 كيلو زيادة. كم؟ 15 كيلو زيادة في السخنة. وبيتعمل دلوقتي وبيتكركوا، قول كمان نص السنة الجاية آخر السنة الجاية يكون خلصان، تتفرج على مينا إيه؟ عالمي. أيوه. عالمي عالمي، تقول الله أنت بتعمل هنا عالمي ومش عايز تعمل في التعليم ليه؟ أقول لك أنا عايز أعمل هنا عالمي عشان أجيب منه فلوس أحطها في التعليم. عايز أعمل زراعة أصرف عليها مليارات عشان أجيب قرشين منها أغطي، ما أشتريش بالدولار قمح من بره عشان أصرف على أغنى، عشان أغنى. والصناعه وكلام من هذا القبيل. بس فيعني دي الموانئ اللي احنا بنتكلم فيها. طب بقول ايه؟ في فرق يقول لك تعالى اعمل مينا وشغله، في بقول لك ان انا عملت مينا تعالى شغله. لا للاشقاء للاصدقاء لرجال الاعمال المصريين، انت يا عم ما تشربش انا اصلا. ده منطق، منطق بعيش بدير بيه التاريخ اللي انا شفته في البلد دي. لما بخش في مسار الطرح اللي هو ايه، اعمل انت وابقى واديني يعني، لا انا هعمل وانت تدير او غيرك. واللي يدفع اكتر وادفق ايه اشتغل، والريس بنفسه اللي هيشوف الحاجات دي. لا ما عنديش حاجه تانية اعملها غير ان انا اشوفكم كلكم زي ما شفتكم النهارده كده. الله اكبر. يا بختنا. كده يعني انا يوسف قاعد ليها باذن الله على طول يا فندم. بفضل الله سبحانه وتعالى لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بامر تاني يعني، بس يقبلني ويبقى يعني يتجاوز عني طولة العمر والبركه في العمر، وتفضل موجود معانا برضه يا فندم. الله يخليك يا يوسف. بس